من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد
ومن كفر فإن الله غني حميد. وإن قال لقمان لابنه وهو
إِنَّا